يقول السائل: أناس يتضاربون على الأمكنة والحجز في بيت الله الحرام، فما نصيحتك لهم؟ ما يحتاج ضرب ولا يجوز الاحتجاز، ما يجوز احتجاز المكان إلا لمن كان حاضرا في المسجد، كان حاضرا في المسجد أو خرج لحاجة ويرجع لا بأس أنه يحتج. إذا كان حاضرا في المسجد وذهب إلى ناحية من نواحي المسجد يجيب مصحف يجيب يبي يشرب لا بأس أنه يحجز مكانه، أو خرج للوضوء ولحاجة سريعة ويرجع لا بأس أنه يحتجز. أما إذا كان أنه سيخرج من المسجد ويتأخر وقتا طويلا فلا يجوز له حجز المكان. نعم.